استاذ حمدي اهلا بيك ومنور في السواري. واتاخرت ليه؟ هو بيسال السؤال وهو عارف. لا الساده المشاهدين ما عرفوش. والله الحقيقه هو لما كلمني قلت له ان انا عندي شغل، عندي تصوير مسلسل، فقلت له ان انا مشغول، فقال لي لما تخلص شغلك تعالى. وفعلا لما خلصت شغلي جيت جري بسرعه. ايوه بس اخلص شغلي امتى؟ عموما اهلا بيك يا استاذ حمدي. واحنا مقدرين الظروف وعارفين ان حضرتك فعلا بذلت مجهود كبير جدا علشان تكون معنا. شكرا. الاستاذ حمدي غيث كان اول دفعه اتخرجت من معهد التمثيل، وكان اول الدفعه نتكلم عن المرحله دي، ونتكلم عن زمايلك نعيمه وصفي وكمال حسين وشكري سرحان وفريد شوقي وعبد الرحيم الزرقاني. الحقيقه اول دفعه في معهد التمثيل كانت قديمه قوي، يعني بدانا سنه 44 وتخرجنا سنه 47. شوفوا احنا يا عواجيز، يعني هي كانت خلاصه هواه التمثيل اللي خدتهم وكانوا بيشتغلوا في التمثيل في المدارس او في فرق الهواه من قبل كده بعشرين سنه، فكانت اعداد كبيره جدا مقدمه في الدفعه دي. ووقع الاختيار على المجموعه اللي منها الاستاذ فريد شوقي والاستاذ شكري سرحان والاستاذ عمر الحريري والمرحومه نعيمه وصفي والمرحوم الاستاذ عبد الرحيم الزرقاني والمرحوم الاستاذ سعيد ابو بكر. يعني كانت الحقيقه مجموعه ممتازه جدا من هواه التمثيل اللي دخلوا المعهد في ذلك الوقت. بس كنتوا بتمارسوا التمثيل قبل كده بشكل او باخر يعني. الاخ برضو الاستاذ نبيل الالفي ربنا يديله الصحه، وانا، ويعني يا اما بعضنا كان بيعمل بالتمثيل في فرق الهواه وكانوا موظفين يعني بيشتغلوا وبيمثلوا في فرق الهواه، يا اما كانوا لسه طلبه او تلامذه في المدارس. انا كنت ايامها طالب في كليه الحقوق، وكنت بمثل طبعا في المدرسه الثانويه، كانت مدرسه فؤاد الاول اللي هي دلوقتي المدرسه العباسيه الثانويه، ومن خلال هوايتنا للتمثيل دخلنا المعهد. عاوز ايه تاني؟ لا عاوز اعرف، لما كنتوا طلبه في الوقت ده كنتوا متصورين ان ده هيبقى فريد شوقي وده هيبقى حمدي غيث وده هيبقى نعيمه وصفي؟ كانت الطموحات والافكار والتصورات للمستقبل هي اللي بعد 20-25 سنه كانت هي الواقع؟ والله الحقيقه بالنسبه لي انا بالذات، يعني لعلكم تعرفوا ان اللي كان بيخش كليه الحقوق كان بيخش كليه الحقوق على انه هيطلع وزير، يعني الوزراء كانوا كلهم خريج حقوق ورجال قانون في الوقت ده. فانا لما دخلت كليه الحقوق وافتتح معهد التمثيل، دخلت معهد التمثيل وبذلك حصل يعني تغيير تام في فكر ان انا بدل ما هطلع امارس المحاماه والسياسه ان انا حمارس فن التمثيل اللي انا كنت بعشقه جدا في ذلك الوقت. طبعا كل واحد كان عنده احلامه واماله، يعني ان انا ابقى حمدي غيث، ما انا ما اعرفش هو حمدي غيث كويس دلوقتي ولا وصل لايه، ولا ما اعرفش. استاذ حمدي غيث كويس اهو. انما يمكن الاحلام برضو بتبقى اكبر من الواقع، يعني يمكن الواحد كان بيحلم احلام ضخمه جدا يمكن ما حققهاش، حقق جزء منها، جزء صغير جزء كبير، انما المهم ان الاحلام كانت ضخمه جدا. والواحد كان واخد فن التمثيل الحقيقه بعمق وبجديه كامله. يعني انا قبل ما ادخل معهد التمثيل الحمد لله كنت قريت معظم كتب الادب والثقافه اللي صدرت في ذلك العهد، يعني يمكن كتب طه حسين كلها، يمكن كتب توفيق الحكيم، المزني، العقاد،
زكي نجيب محمود، أحمد أمين، كل الكتاب العظام دول أنا كنت قريتهم وقريت غيرهم. طبعا ما كنتش أعرف لغات أجنبية كويس إلا في حدود يعني اللي بنتعلمه في ثانوي، ما يتيحش لنا إن احنا نقرأ بلغة أجنبية. لكن كل هذا اللي حببني فيه هو المسرح والتمثيل، لأني أول مرة دخلت فيها المسرح كانت بدعوة من والدتي ربنا يديها الصحة ويخليها، للمسرح القومي اللي كان بيقدم مسرحية مسرع كليوباترا للشاعر أمير الشعراء أحمد شوقي. فأنا ذهلت لأول مرة أخش دار الأوبرا وأشوف مسرحية تاريخية جميلة في غاية الجمال والإبداع، وكان متهيألي إن الناس اللي على خشبة المسرح دول ملائكة ما هماش بني أدمين، والشعر اللي بيقولوه شعر رائع جدا، شعر أحمد شوقي. فحبيت الأدب من خلال أول مسرحية اتفرجت عليها وهي مسرحية مسرع كليوباترا، كانت بطولة الله يرحمه الأستاذ حسين رياض وربنا يديها الصحة ويخليها السيدة زينب صدري. فكرتش يا أستاذ حمدي تمثل أدوار كوميدية؟ دايما نشوفك كده على طول. لا أنا مثلت الجد. أدوار كوميدية مثلت، بس اللي غلب عليا هو أدوار الدراما يعني الجادة، إنما أنا مثلت كوميدي يعني مثلت من موسمين مثلت مسرحية اسمها فلوس فلوس، مسرحية كوميدية كانت على المسرح العائلي. مثلت من كذا سنة ملك أبحث عن وظيفة، كانت مسرحية كوميدية. مثلت زوربا المصري، كانت كوميدي برضو، بس للأسف ما بتاخدش الدعاية الكافية بتاعتها زي المسرح القطاع الخاص ما بيعمل دعاية ضخمة جدا. إنما يعني معظم المسرحيات اللي بتتمثل في القطاع العام بتبقى مسرحيات شبه سرية، ما حدش بيدرى بيها يعني، يا دوبك إلا اللي متتبع قوي مسرحيات القطاع العام. فحتى القطاع العام يعني لابد إن هو يعرف إن الدعاية والإعلان لازمة، خصوصا في مثل الوقت اللي احنا فيه ده. طب ليه يا أستاذ حمدي يعني القائمين هنا بقى على المسرح الإداريين مش لازم يبقى عارف إن في نسبة في أي عمل تجاري لازم يكون في نسبة ونسبة كبيرة للدعاية؟ يمكن في مسرح الدولة بيعتبروا إنهم موظفين، يعني الناس جت الناس ما جاتش، هم الممثلين بيقبضوا فلوسهم والجمهور موجود مش موجود، أهي الديكور موجود، ما فيش أي مشكلة خالص. هنا بقى نقول للقائمين دول ايه؟ هو والله الحقيقة انت فتحت يعني موضوع شق شوية معقد قوي، ومش هنقدر مش هقدر يعني استوعبه في البرنامج ده. انما هو عموما فيه جزء زي ما انت قلت بالظبط، ان نوع من التواكل وهو الامور ماشية لانها حكومة وبتدفع وخلاص. وفي ايضا عوامل أخرى كثيرة زي الميزانيات، ميزانيات تافهة. طبعا تكاليف الدعاية والإعلان دلوقتي تكاليف باهظة جدا، مسرح الميزانيات مسرح القطاع العام ما بتقدرش عليها. أيضا الديناصور البيروقراطية اللي موجود في المسرح الدولة بالموظفين اللي كل ممثل قدامه 20 موظف، ما بيعملوا ايه ما تعرفش، انما هم بيعوقوا اكتر مما بيخدموا. فهي المسألة معقدة جدا ولها حلول ايضا، ونرجو انه يعني وزارة الثقافة تبتدي تأخذ بهذه الحلول.